هل يعتبر كذب عندما قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا؟ نعم كذب، لكن الكذب قد يكون مباحا، الكذب قد يكون مباحا، وبعضهم قال هذا تعريض، وبعضهم قال إن هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان تورية، لكن على كل حال كذب مباح، كذب، وإذا صار مباحا جاز، إذا صار مباحا جاز، وإنما الكذب المحرم. وإذا قال أهل العلم الكذب على ما يصدقك به، يعني إذا صدقك بهذا الأمر يكون كذبا، وقد يكون مباحا كما في حديث عقبة أم كلثوم بنت عقبة من أبي معيط لما قالت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها والحرب، فإن الحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس فيقول خير أو ينمي خيره.